بدأ مركز عالية الصحي بتسيير الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية المندرجة تحت مشروع اختر طبيبك، حيث شهدت الخدمات تطورا ملحوظا لمستوى الخدمات المقدمة وتحسنها على كافة المستويات. فمنذ تدشين المشروع في أبريل 2018 سجل مراحل متقدمة أسهمت في توطيد العلاقة بين المريض وطبيب العائلة الخاص به من خلال بطاقة صحتي الخاصة بكل مريض. اختر طبيبك مبادرة تجسد علاقة بين الطبيب المعالج وبين أفراد الأسرة. يتولى الطبيب ملف الأسرة الصحي ومتابعة حالة الأسرة الصحية على مستوى الفحص الدوري بالإضافة إلى الأمراض الوراثية والمزمنة، وبذلك يكون الطبيب قادرا على التشخيص والمتابعة وتقديم الاستشارات المناسبة لجميع أفراد الأسرة. 6 شهور تقريبا الحين احنا من بدينا نطبق نظام اختر طبيبك بدت العلاقه تبين، بدت بالفعل المعلومات الخاصه من المرضى ان هي تطلع للطبيب. نلاحظ شيء هو انه المريض هو اللي يختار هذا الطبيب لانه يثق فيه، يثق في طريقه علاجه الى اخره. كل مره انا بجي بزوره معناته ان انا يمكن يكون نفس المرض بس محتاج الى انه هو ينشاف اكثر من مره، فبدل ما ان انا كمريض بقص قصتي كل مره من جد لا جديد لطبيب مختلف، انا قاعده اقولها لطبيب واحد وقاعد يكمل. المرحله الاوليه طبقت بمركز عالي الصحي الذي اخذ بزمام الامور الاداريه والطبيه والوقوف على تقديم كافه اوجه الدعم لانجاح التجربه. طبعا الرعاية الصحية الأولية هي المدخل الرئيسي حق الخدمات الصحية في مملكة البحرين، وبيوفر نظام التسيير الذاتي مطابقة كل فرد وعائلته مع طبيب عائلة من اختياره، وهذه طبيب العائلة بدوره يقوم بتقديم كل الخدمات العلاجية والوقائية، وإن اقتضت الحاجة يقوم بتحويل المرضى إلى الرعاية الثانوية ومتابعة حالتهم بعد ما يتم انتهاء علاجهم من الرعاية الثانوية. طريقة حجز المواعيد كان الحين افضل، الاول اني اضطر اجي اصطف السيل واخذ رقم واخذ هاي، فاختصارا للوقت اقدر احجز اونلاين، فهي كانت اسرع لي يعني. تمكن المرحله الاوليه افراد الاسره من قياس رضاهم عن مستوى الخدمات الصحيه التي يقدمها الطبيب في المركز الصحي، وبعد مرور سنه كامله تستطيع البقاء مع نفس الطبيب او اختيار طبيب اخر ونقل ملفها الصحي كاملا معها، حتى تكون الأسرة ويكون الطبيب الجديد على دراية تامة بحالة الأسرة الصحية. والله استفدنا واجد من بطاقة هذا ومن هذا المشروع الطيب. أول شيء يصير انسجام بين الدكتور والمريض، يعني الدكتور يكون عنده خلفية كافية عن المريض، وأي يوم اللي يجي له المريض يكون عنده معلومات مسبقة إن هذا المريض يعني يشتكي من هذا المرض أو من هذا المرض. وأتمنى أن هذا المشروع يتعمم على كافة مراكز البحرين، يعني مشروع نال نجاح ورضا جميع اللي تبع مركز عالي. الاستقلالية الإدارية والمالية ستمكن المراكز الصحية من تجويد أدائها الإداري وتقديم خدمات متميزة بالشراكة مع المستفيدين من الخدمات الصحية في إطار الجهود الحثيثة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها المملكة.